السلام عليكم البنات، وش راكم؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كام بخير. عدنا والعبد واحمد، وصحه رمضانكم، صحه وعشركم. سمحوا لي على بالي راني طولت فيها بزاف بزاف. الله غالب كانت شويه عندي ظروف، كانت ظروف هذو اكبر مني. المهم لا علينا، المهم راني رجعت لكم هنا للقناه بالمشاريع اللي يهموكم في هذا الصيف باذن الله. اليوم باذن الله جبت لكم واحد الطريقه اللي كامل كنتوا تحوسوا عليها، اللي هي ليكوان نتاع لاناب تاع الطابله. جبتها لكم باسهل طريقه وان شاء الله تفهموها كامل. شنو هنا برك لا فيديو، انا مبالي راهي بالعرض، ومن بعد كي شفت لقيت روحي راني نصور بالطول، وديجا راني صورت عفوا نص لا فيديو. المهم يكونوا برك المعلومات اللي في الفيديو تفهموهم وتستفادوا منهم كامل. هنا القماش المستخدم، خدمت بقماش اونتي تاش امبيرميابل غير نافوذ، ما فوتش يعني السوائل. العرض نتاعو 1.80 متر، وخدمت بالبيكي هذا تراشن. العرض نتاعو 2.40 متر، يدير لكم 6 تراشن. اول حاجه تقيسي الطول والعرض تاع الطاوله وتزيدي لهم من 50 ل 60 سنتيم. نخلي لكم هذا الصور وهذا القياس درك تفهموا مليح، واللي ما فهمتش تخلي لي في التعليقات. هنا قصيت 4 شرائط عرضهم 12 سنتيم، زوج بنفس قياس عرض لاناب وزوج بنفس طول لاناب. وش رايكم البنات، الاصفر ولا الاخضر اللي يخرج لاناب؟ انا راني كذبت بصح خيرت الاخضر. بالبيين تاعي ونجيب القطع تاع القماش اللي قصيتهم اللي فيهم 12 سنتيم، نحط البيين تاعي للجانب تاع القماش في جهه الطول، ونحلو بهذه الطريقه ونخيط على هذيك الطبقة الأولى بهذا الشكل تقريبا على بعد 0.5. نخيط القطعة نتاعي في 4 كامل بنفس الطريقة. هنا اللي ما تحبش تخدم بالبي وعندها يعني قماش يخرج مع لاناب تاعها، تقدر تخدم به دير الطول برك والعرض نتاع الشرائط هذو، والعرض نتاع الشريط اللي راح تقص دير فيه 5 سنتيم، ومن بعد تطبقوه على زوج وتحددوا، ومن بعد تخيطوا كما خيطنا هنا البي. هذه الخطوه اللي نعتبرها مهمه في الخياطه اللي هي الحديد. هنا نحدد كامل القطع نتاعي في 4 على جهه البي باش نهبط الخياطه هذيك وما تكونش عندي نفخه في القماش. هنا على ناب نتاعي جبت كوان ملي كوان في 4 وحطيتها الوجه الخارجي نتاع القماش للاسفل. من بعد نجيب القطع اللي خيطتهم ونحط الوجه الخارجي نتاعهم للوجه الداخلي تاع القماش، ونخلي مسافة هنا حوالي 10 سنتيم، ونبدأ نخيط على بعد 1 سنتيم. هنا كي نوصل للنهايه تاع القماش كيف كيف نخلي 10 سنتيم ما نخيطهاش. هنا ملي نخيط القطعه الاولى نزيد نجيب قطعه واحده اخرى ونحط الوجه نتاعها للوجه نتاع القطعه المخيطه بهذا الشكل. لازم يكونوا في نفس الاتجاه، يعني البي تكون مقابله البي. هذه القطعه الفوقانيه نهز الكوان تاعها من جهه البي ونحطها على بعضها هذه تشكل لي هنا مثلث. من بعد نجي هنا لجهه البيي نعين نقطه، ونجي ثاني هنا للجهه تاع الكوا هذه ونعين نقطه. بعد نربط هذوك النقاط تاعي في زوج بخط، من بعد نحكم القماشات نتاعي في زوج بلي زيبانغل مع بعضهم، ومن بعد نخيط فوق هذاك الخط. هنا بعد ما خيطته شوفوا كيفاش خرج، نحط الكوا عند الكوا بهذا الشكل، ونحل هذيك القطع اللي كنت خيطتهم. هنا اللي تحب تقص هذه القطع الزايدين تقصهم، واللي تحب تخليهم كيما خليتهم انا هكا تخليهم، يعني هما يزيدوا متانه لاناب تاعك. بعد نحكمو بلي زيبانغل ونخيط كامل ونكمل الجهات في 3 بنفس الطريقه.
شوفوا هنا بعد ما كملتوا قبل ما تقلبوا على ناب تاعكم لازم عليكم تقصوا هذوك ليكواز زايد هذاك تقصوه باش كي تقلبوه ما تكونش عندكم كيما نقولوا حنا النفخه هذيك اللي يكون مكعبر. هم هنا ليكوان تاعي في ربع كيفاش خرجوا. هنا نقلب الخياطه تاعي للداخل وهنا يعني لو كان لقيتوه هنا ليكوان تاعكم حاولوا تخرجوهم بحاجه حاده كيما انا نستعمل هذا العود الخشبي. هنا بعد ما نكون قلبتهم راح نحددو مليح، لازم كيما قلت لكم الحديد راه هو لازم هو اللي يخرج كل الخدمه تاعك بيان فيني. من بعد هنا راح نحكمو بليزي بانك ونخيط الحافه قد قد الحافه تاع البيي، واللي تحب تعاود فوق البيي الخياطه الاولى تعاود يعني دير زوز خياطات كيما تحبوا نتوما. هنا زدت مع لاناب تاعي طراشن بنفس لون القماش اللي خدمت به ليكوان تاع لاناب، هو قماش يعني ما شاء الله يشرب يعني مليح تخدموا به طراشن هايل، كاين في لي موتيف هذو تاع القارص وكاين في السامبل. هنا الطراشن تاعي درت فيه 45 على 45 ودرت لهم كفيتهم بالبيي، ما نحبش ندير الكفه العاديه باش هكا ما ناكلش بزاف في القماش، انا نحب الطراشن تاعي يجيو شويه كبار، وانتم على حساب يعني القيس اللي تحبوا الزبونه نتاعكم. النتيجه النهائيه خرج ما شاء الله. هنا البنات عطيتكم طريقه يعني سهله، كاين طرق بزاف في الخدمه هذه تاع ليكوا هذو، بصح انا مديت لكم طريقه يعني اسهل للمبتدئات. الطريقه هذه اللي خدمت بها لاناب تقدروا يعني تخدموها في ليكوات تاع لي بيبي، في ليكوفرولي، وحتى في الطراشق قلت لكم الخدمه نتاعكم مليحه وتزيد تبهي لكم الخدمه نتاعكم. هنا نجي لسعر البيع اللي كامل تحوسوا كيفاش تحسبوا حق يدكم. اول حاجه تحسبوا التكاليف اللي هو اول حاجه القماش، ومثلا واش زدتوا معاه كيما انا ما زدت البيي، نحسب البيي ونحسب القماش ونزيد التكاليف واحد اخرين اللي هما مثلا انتيا تنقلتي ولا درتي التوصيل جابوك القماش ولا فهمتوني. وحق اليد هو التعب نتاع، كاينه اللي خدمتها مفينيا وكاينه اللي خدمتها شويه شويه فهمتوني. درك صافي كل وحده تدي حق تعبها على قد المجهود اللي بذلاته في هذاك الطقم. هنا حق اليد في لاناب هذا تحسبوه من 60 ل 70 لخطره خدمه نظيفه ومليحه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو، وراني نستنى في تطبيقاتكم وتحطوها لي في الجروب حرفتي في يدي رزان ديكور. ما تنسونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم ومع السلامه.